أمل خبرينا عن طفولتك. مزبوط كان دايما شعرك قصير، كنت تلعبي مع الصبيان؟ مزبوط، وكان اسمي حسن صبي. مين مسميك هيك؟ أول شيء كانت شعري قصير، وكل ألعاب اللي ألعبها صبيانية، يعني كاراتيه، كنت ألعب قلة كثير. لقوط. هيئتها كانت مثلي. ما أنا كمان مثلي. لا يعني ما كانت كثير على إنه هيك بنوت وباربي و... طيب كيف تصار هالتغير هيدا؟ أي متى؟ بأي عمر؟ لا بعدني هيك. يعني كيفتي وقت اللي قصيتي شعرك قصير؟ طيب انت من عيلة محافظة جدا، ووالدتك مسنة، كيف بيتعاملوا معك بالبيت؟ مين بيستوعب التاني؟ انت بتستوعبيهم او هن بيستوعبوك؟ اكيد انا بستوعب امي، لانه ايامها غير ايامنا، ودايما يعني الكبير انت بدك تستوعبيه. الله يخلي لي اياها هيدي امي، يعني اعز شخص على قلبي، وبحاول دايما انه ارضي اهلي، لانه يعني مثل ما بتعرفي انه بس يكونوا الاهل راضين عنك الله بيوفقك بحياتي. بتطالبي دايما، عندك هذا الطلب انه ضمان الشيخوخه للفنان. هلا انا بعرف خبريه، من جايبه معلوماتك؟ محضره الحلقه. قريبه ارشيفك. خبرينا قصه هيدا الفنان اللي شفتيه اللي خليكي انك تطالبي بضمان الشيخوخه للفنان. هذا الفنان كنت انا صغيره يعني احضره، اسمه الدرواندي. مزبوط. الله يرحمه، توفى. الله يرحمه. مره كنت قاطعه وشفته عم ببيع دخان، فبتعرفي الولد يعني صوره الفنان بالنسبه له انه شيء كثير كبير وما بيقدر يشوفه، وبتعرفي شو بتحسي بس تشوفيه. فلما شفته بهالوضع ما بعرف شو حسيت من جوا، انه تضايقت كثير وضلت علقت براسي، يعني كبرت وضل براسي انه عن جد الفنان ما له حقوق، ما له ضمانات بس يكبر. فعن جد بطلب انه شوي ينتبهوا لهالشغله. ان شاء الله طلبك يوصل. نطلب في كثير طلبات ما عم ينتبهوا لها. ان شاء الله يوصل. امل، وين بتهرب وقت بتزداد مشاكلها؟ عند مين؟ لمين عند مين بتفش خلقها بتبكي؟ حسب من شو بدي اهرب، اوقات لحالي، اوقات لامي، يعني بفش خلقي لامي، اوقات لحدا كثير قريب مني، يعني ما بعرف حسب الحاله. بتخجلي بمشاعرك انك تبينيهم؟ اذا كنت مضايقه او ضعيفه بتبيني هالشيء للرجل؟ اذا بتحبيه بتبيني له مثلا؟ اكيد انا ما فيني خبي، يعني انا كثير رومانسيه، واذا انا حاولت اني اخبي عيوني يمكن او نظراتي بيكشفوني. تعتبري ضعف انه المراه تحسس الرجال انها بتحبه؟ ضعف انك دائما تحاولي تخبي اشي عندك، ودائما يكون عندك عقدة انه من شيء معين بالعلاقة، فهذا بكون ضعف بالعكس. طيب واذا الرجل طمن باله انه المرأة بتحبه هيك؟ هلا مش لازم تفرجيه كتير، لانه الرجل بطبيعته طميع، ودائما بيطمع بالمرأة انه فضائية هيك. الزقيف جاي من النسوان هلا. لا عن جد انه حسب الرجال، اوقات في رجال بس يحسوا انه المرأة كثير بتحبهم بصير في نوع من الطمع، وبصير بيرتاح على وضعه يعني. وفي رجال لا، انه يمكن بيعطيك قد ما بتعطيه. على كل ان شاء الله تتوفقي برجال يحبك وانت وتحسسي كمان. ميرسي. ميرسي امل، وتحسسي بحبك لإله من دون ما هالشي يخلق مشاكل. أمل، متابعين حديثنا، لكن هلا رح نتوقف مع توب 5 البلدان والمناطق العربية مثل العادة، بنبدا مع مصر.